وفرح قلت مشكلتك يا عيني وهاك شوية قالية هودة لي الهودة لك عال هودة لي كل الوعود مخللي وعدتني بلبس الحلق يا مسهل تعوس وبيض فالك حط فلوس ازرع هالباحر فقوس وهات لي صيني بعامركم لا متكبر ولا مغرور بختار من الزرزور ولو بدكم لبن العصفور فورا معكم بامركم انا جبر بيك كل شي عندي جاهز شوفوا رفع السماعة والكل يقدم الطاعة علي باشا سعادة بيك الكل بأمره تحركوا وشو بيها ما بل تعمل كل اليوم يفابركو جبركو جبركو كل اليوم يفابركو جبركو 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 فضلي جاهز حالك للرحيل يا معلمي اسمع يقولوا جبر انجلط واخذوه على المستشفى مغمى عليه مع انه مثل القطط بسبع ارواح فكرك هالمره بتزبط ونخلص منه فيش اشي على ربك بعيد يا معلمي بتزبط الله كريم ان شاء الله طب هات هات هالجاكيت هات بسرعه أنا يا أستاذ مازن بحب أخدمه بس وكل اللي بعمله لوجه الله تعالى الله يبارك فيك هاي خدمة مش راح أسألك إياها أنت عارف وضع أختي حرام لساتها بأول عمر أنا هسه مروح إجازة وبرجع بعد 3 أيام بتكون خلصت كل أمورك طيب شو بدي أعمل هسه هذا الحكي بينه وبينك توكل على الله المريض اللي بغرفة 307 حالته ساءت بعيد عنك بقوله معه المرض الخبيث والعلم عند الله أيامه معدودة وبيجي هيك الدور عليك انت وشطارتك الزلمة عند الله يا سيدي شكرا لك وهذا معروف مش رح انسالك اياه شكرا شكرا الله يخليك شكرا الله يبارك دكتور حسن دكتور حسن ايوه هذا ملف مريض غرفة 307 وحالته ساءت كتير هذا المريض نزلوا لي اياه على الاي سي يو لازم يضل عنا بالاي سي يو مدة اسبوع كامل كافة الفحوصات الحالة غريبة ما مرت علي بدنا نعمل كمان إضافة للفحوصات كاملة استشارات بعض الزملاء أوكي؟ أوكي إن شاء الله أعطيني ورقة استشارة بما أوكي يا مازن أنت صار لك سنتين من يوم الحادث وإنت تقول لي رايحة تزبط رايحة تزبط أنا مليت الحياة من ضعف بصري أنا ياما حاولت يا مدام وصدقيني هالمرة يجوز تزبط أنا لو يصحلي بطول عينيت تنتين قبل وفاته أنا رح أظل أروح وأعدي على المستشفى وإذا صار أي شيء رح أبلغك بدي أشوف مثل العالم أنا قربت أنعمي اتصرف جيب لي قرنيات واعمل أي شيء
اهدي يا مدام اهدي. انا ما رح اهدى ولا رح ارتاح الا اذا جبت لي قرنياته وبدفع اللي بدهم اياه. حرام يا مدام، وان شاء الله انها بتهون. شو حرام ما حرام اللي بتحكي عنه، هذا كله حكي فاضي. جيب لي القرنيات بفلوسي بشتريهم. الحمد لله اللي لقينا لك غرفه، لانه لولا المريض اللي كان بالغرفه هاي ما نقلوه على الاي سي يو كان ما لقينا لك هاي الغرفه. الحمد لله يابا. أبديش 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 أكل شوربة، هو أبيش أنتم غير شوربة؟ يا حبيبي يابا، هاي الشوربة مفيدة، هاي تعليمات الدكتور. وني يا بي أبيش شي، خلينا نروح أروح. يابا خلاص، ما بكرة كتبوا لك على خروج وراح تطلع. طلوع خروج عمور أبديش، أنا مش فارقة معي، أنا بدي أروح أروح، يعني بدي أروح أروح، وأقولكم بدي مقلوبة. يابا يا حبيبي والله غير تجيك أحلى طنجرة مقلوبة هالقد. بس تدلع انت يا ابو تدلع. ما انا بدي تدلع، شايف مانيش نايم بالمستشفى. اياك تنسى انك مجرد موظف عندي، والعز اللي انت فيه من خيري من فلوسي انا. فلوسك فلوسك، وبعدين يا مدام؟ ولا قبلين، خلال 24 ساعة بده يخلص موضوع القرنيات تبع الزلمة، بالذوق بالعافية بالفلوس بده يخلص، اتصرف. انا رح احاول كل جهدي. ما في تحاول. اسمع يا مازن، حاسستك صاير زي هدول الموظفين اللي عندي، بتفكر بس بالحقد الطبقي. أنا؟ أنت. المهم خليني بموضوعي، بدي القرنيات ييجوا يا بالفلوس يا بالجريمة. جريمة؟ جريمة شو يا مدام؟ سمه أو خنقه أو قتله، أصلاً هذا اللي زيه ما له لزوم بالحياة، أنا اللي لازم تعيش، أنا. أيوة بس مش الطريقة اللي بتحكي فيها. فرصتك الأخيرة يا مازن، وإلا أنت وخدماتك بتلزمونيش، فاهم؟ فاهم فاهم. أي كيف حالك اليوم يا بيك؟ بعد النقاهة اللي قضيتها بالمستشفى رفعوني من بيك لفندي. الحارة من غيرك عتمة، حتى من بعد ما طلعت من ايجا من البيك. سلامتك. كيف المكتب يا فرد؟ برقبتي المكتب برقبتي. معناته اكلنا هوا وشحدنا. بدك تشدلنا حيلك وتقوم لنا ايش؟ تقوم بالسلامة يا جبر بيك. ها؟ منون تخيو؟ خدني بحنانك جبر بيك، انا سامي، سامي شغيل ابو ربحي. ومنو هذا ابو ربحي؟ ايه مالك مالك يا جبر بيك؟ ايه لا حول الله يا ربي، انا ابو ربحي جارك. قول له يا فرج افندي. ها ومنو فرج؟ غسل جبر بيك، غسل. الله يعونك، الله يكون بعونك يا سيدي، غسل. خلاص راحوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. قوم قوم يا فرج أفندي، خلينا نروح، خلي الزلم يرتاح. قوم قوم. والمكتب والمعاملات؟ منو مكتب منو معاملات؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا يا جماعة، هذا الزلم فيز. أنا عنك أروح بميت فيزا ولا تروح أنت. الله بالسلامة. تخفش المكتب بعيني والحارة بعيني. قال فيز، قال أنا اللي فيزت يا مشرتين. لو ظليت صاحي قدامكم كان جابوا المقلوبة ونهفتوها لهف. القطيعة والله ما تستاهلك الخير. صحيح مجوعني بس أنا بهونش علي فيك. صحيح متعطينيش مصاري، الله يسامحك. بنسلكش إنك لميتني من الشوارع حبيبي. يا جبر بيك بتضلك أنت، اقعد محلك خليك هون. طيب غاب جبر بيك، في مثل بيقول غاب القط لعب يا فار. طب ليه ما ألعب؟ مو بيلعب كمان. لا
لو لقط لي 100 زبون كل زبون 50 متكه بيطلعوا قديش؟ 50 كتير بيطلعوا كتير كتير يعني 50 ضرب كتير بيطلعوا كتير كتير يا رب كتير هيك بصير معي مصاري ليش ما جاص هو مش هيك بيعمل الو وين عطوفتك انا جبر لا لا انا فرج بيك فرج ابو دمغه مش حلوه يلقطونا بكره ورا ظاهر انا منين بحسره مسخم بكره بلموني بضبوني خليني ضابط حالي وخيري وشري زبون يا رب زبون واحد أنا بقول أدق الحديد وهو حامي ليش ما أدقه؟ بشوف جاسر وبخليه يبيعني مكتب أبوه قبل ما يجي غيري وينهفه بفتحه محل بوضة بوضة وبكسب ذهب تفضل يابا ايش لمديش؟ يلا يا روعة تعالوا كلوا صحتين وعافية عمو أكلت قبل ما أجي على قلبك يلا يابا يا هنا أكلي صحة وعافية يابا سبقناك مطرح ما يسري يمري أبيش حلو يابا لا يابا بي حلو الحلو للحلو جبت لك مفغوشة اللي بتحبها مغفوشة ومخفوشة شو نوع هذا الحلو يعني عوامة بالعربي بس عاد أبوي بحب يدلعها بس سمعت بدهم يطلقوا صراحة يابا من هون يابا شد حيلك وانت تطلع بكرة الصبح وبلا دلع عاد شد حيلك عمو واطلع من هون بلاش يقولوا عنك عجزت عجزت وانا نقلش اني عجزت من هم اللي بقولوا يعني اول مساك راكض من الرمسة لعمار على نفس واحد هاتشي يابا روعة مش غريبة وعارفة كل طوابقك ايه يابا واني بعدين برفع القلب اللي شايف انت شايف عضلاتي انا اولمبياتي وشاركت في الاولمبياد عمو انا مشارك فوق 50 مره انا زلم اولمبياتي ابا عن جد هاجي يابا حط عينك في عيني للدعاء بنتي يابا خلينا نتهنى على خلص خلص اسمعي روح جيب المفغوشه وتعالي امشي نعيوني طيب إذا ما بده يتبرع شو بدك تعمل؟ مش عارف كيف مش عارف؟ اسمع أنا إجتني فكرة هلأ بس نفوت نزوره بنحط له شوية سم بلكي مات وخلصنا يا سلام وإذا انكشف؟ بلا ما رح ننكشف أصلاً هو بمستشفى رح يقوله أعطوا دواء بالغلط وخلص صفي نيتك يا مدام ورد علي وبلكن الله أفرجها تفضل تفضل يمشي تفضل هاي ملف في مريض رقم 307 ممتاز ممتاز اوكي ممتاز خروج حاضر الورقة هاي دكتور تفضل ومثل ما بيقولوا الحي أبقى من الميت وهذا نموذج التبرع جاهز بدنا اياك توقعه بس مليح ومنو الطرف الأول أنا هيام هاني ها ومنو الطرف الثاني انت لا عمو انت وبدنا اياك توقع وانت راضي وقابل طيب هات تشوف
القتيلة. وشو القرنيات؟ قرنياتك. قرنياتي أنا؟ احنا عارفين وضعك، هيك فهمني الرجل. رجل؟ منو رجل؟ الممرض اللي معك من سنة بالمستشفى. سنة؟ وشو بقدر أخدمك خيو؟ توقيعك على نموذج التبرع بالقرنيات بعد وفاتك. وفاتي؟ هاي إرادة ربنا وحكمته، وهيك نصيبك. وأنا جاهزة للي بدك إياه، بس وقع. بس أنا كنت حابة أفرح بابني وأجوزه قبل ما أموت. لا لا، هاي بسيطة، اعتبره تجوز وكل تكاليف العرس على حسابي، بس وقع. بارك الله بيش. وبعدين كنت أنا حابة أشتغل مشان يعني أوفر له شوية هيش أبني له قطوم الدار. خلص أنا بشتري له شقة ولا يهمك. مليح، بس هيش كثير. أنا بدفع كل ما عندي، بس أرجع أشوف مثل الأول، خلصني. بس بلا منحوظ، أنا قرنياتي حلوة كثير، قرنياتي عسليات، بناس من قرنياتك. وبعدين معك بدك تتوقع ولا لا؟ أنا بحسده على إرادته القوية. يا عم واحد قاعد بستنى الموت ساعة بساعة، شو فيه كيف قاعد بضحك وبمزح. إلا كيف، أنا مؤمن بالقدر وبيهروب من القدر هو. يعني أنت موافق تتبرع بقرنياتك إلي؟ ها كيف العاد، موافق وببصم بعد. شفتي اللي كنت بدك تحطي له السم قديش طلع إنسان؟ اسكت اسكت، عيرني سكوتك. قال إنسان وإنسانية، قال أخذ حقه بالصاع الوافي. أي بعدين منيح أنا اللي قبلت أخذ قرنيات واحد مثل هاد. إف ها خيو، وين وصلت؟ 100 منسف ولوازم الغداء. وقديش صار عندك المبلغ؟ يعني كله كامل 15,125 دينار. واعتبر زيهم حق الشقة. يعني المبلغ كامل بيطلع 30,250. نقد ولا شيك؟ شيك طبعا، في حدا بيحمل هيك مبلغ بجيبته؟ بس تكون باسمها. أنا موافقة. أبيش مانع لدينا، أنا بنطيج قرنياتي وبوقعش على الورقة، بس بديش عم صول عيوني لومة ما يطلعوهن، يعني يطلعوهن قزعة قزعة مشان أظل عيوني فتحة. ولا يهمك، أنت بس وقع. بن وشيك. شو اسمك الكامل؟ جبر السالم السليم السعيد المحترم. اقعد عتقومش، كلك احترام صاير. كلك احترام، شو في يا اسمع يا جاسر، بدي احكي معك بموضوع، بس بدي اياك ستريت هيك. تفضل يابا، شو في؟ بديش لف ودوران. لا يابا، دغري دغري. وبديش يصير فيه كذب. لا يابا، ما في ولا اشي. بدك تدير بالك وتجاوبني بصراحه. يابا خير، شو في؟ اجوزك يابا، قطعت قلبي. شايف العاد ياه، اجوزك يا جاسر. يابا شو اللي جاب الموضوع هذا على بالك؟ يعني مش هذا الموضوع حكين فيه سابقا؟ يابا يعني ابيش فايده. يابا هسه فيش فايده، مش وقته. يابا انا نفسي اشوفك عريس وانت مطقم هيك ولابس هالشوره ولابس هالعقال وقاعد هيك مصندح قدام اصحابك. يابا يابا لد يابا لد 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 تبع اليرغول شافني ياها ومنفوخة. ولد تبع الشبابية يابا، لد تبع الشبابية شايف حاطة عسلة ومس. أيوة صلخ. أيوة ابن بعيني. يلا أيوة
عقبال عندكم ان شاء الله، عقبال عندكم، ردها عليكم بالافراح يا رب العالمين. شاي يابا، واعمل عزومه وطنطنه كبيره، طنطنه كبيره كبيره، خلي الناس تاكل يابا، خلي الناس تاكل، ايوه اكلوا اكلوا اكلوا. خلهم يقولوا جبر بيك تجوز ابنه وعمل طنطنه ابيش زيها بالبلد، هات شيف لعد. هذا هو يا رجب؟ ها؟ منو؟ هذا الزلمة أول مرة بشوف خليقته. يعني طلعت نصاب؟ رجع لي فلوسي يا نصاب. وشو؟ أنت لوش تغضي؟ بعدين خاف الله أنت مشتبه بواحد ثاني، وشو فلوسك؟ حق القرنيات. إيه؟ وشو القرنيات؟ القرنيات اللي كنت بدك تتبرع فيهم بعد وفاتك. أها، بعد وفاتي. هون ورد باب الدار. هون لحكي صحيح. قلت أني بعد وفاتي. وفلوسي؟ اللي ادي علي. أني رجل حقاني وبخاف ربنا كثير. أنت انطيتوني قروش؟ أي نعم. وأنا معترف بيهن وأني بكامل قواي العقلية. أبس بالنسبة للقرنيات. القرنيات اتفقنا عليهن أن أنطيتش إياهن بعد ما أفطرس. يمكن بعد يوم، بعد يومين، بعد سنة، بعد شهر، بعد 15 سنة أو 20 سنة، هات شيف لعاد. وبعدين قرنياتي ما بستاهلهن غير عيونك، وشيلي هالنظرة خلينا نشوف عيونك. جبركو جبركو لا إلنا ولا إلكم، عايش على ظهور الناس واللي يشوفوا يجبركو. يا عيني وهاك شوية قالية هودالية الهودا لك عال هودا لي كل الوعود مخلالي وعدتني باللبس الحلق يا مسهلك حبر وورق شهرك مضى وشهرك مرق ونسيت ميعادك إلي عالهودا تعوس وبيض فالك حط فلوس بزرع هالباحر فقوس وهات لي صيني بعامركم لا متكبر ولا مغرور بتمختل مثل الزرزور ولو بدكو لبن العصفور فورا باكل مامركم انا جبر بيك كل شي عندي جاهز شكورا على السماعة والكل يقدم الطاعة علي باشا سعادة بيك الكل بأمر تحركو يخليهم ربي وشو بيها ما بل تعمل كل اليوم يفابركو